المجلس الشعبي الوطني يضبط رزنامة عرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة، وفي النشرة وقفة عند المقاربة التنموية بالأرقام والمخصصات المالية التي تجسدت في قطاع التعليم والتكوين. ترقية الفلاحة بالمناطق الصحراوية والهضاب العليا من أولويات مخطط عمل الحكومة، وتطبيق نظام إلكتروني جديد لتسيير الموارد المائية، وضع تنظيم جديد لمسار التعليم المهني بمراكز امتياز تستجيب لمتطلبات سوق الشغل، وامتيازات في سلم الوظيفة العمومي في شهادة التخرج الجديدة. في نشرة أيضا، انطلاق الموسم الدراسي لمدارس أشبال الأمة، وتأكيد على التعليم النوعي النابع من حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي. دوليا، إعصار إرما يجبر أكثر من 6 ملايين شخص على إخلاء منازلهم بولاية فلوريدا. مشاهدينا في كل مكان، تحية لكم، أهلا بكم إلى تفاصيل نشرة الثامنة. بداية إذن، يشرع اليوم رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو موروس في زيارة إلى الجزائر تدوم يومين حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. الزيارة تسمح للطرفين بتقييم الوضع حول علاقات الصداقة والتعاون الثنائية بين الجزائر وفنزويلا، وكذا تبادل وجهة النظر حول المسائل الإقليمية الدولية أو الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها وضع السوق العالمية للمحروقات وأفاقها. إلى الشأن البرلماني الآن، اجتمع اليوم مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة السعيد بوحجة رئيس المجلس، حيث استهلت بتبليغ مخطط عمل الحكومة للنواب وضبط إجراءات جلسة مناقشة المخطط. كما ضبط المكتب الجدول الزمني للأشغال، حيث تقرر استئناف الجلسات ابتداء من 17 سبتمبر بعرض مخطط عمل الحكومة ومناقشته إلى غاية 19 سبتمبر، موعد تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية، على أن يفسح المجال في 21 سبتمبر للوزير الأول للرد على استفسارات النواب، وكذا التصويت على المخطط. وخلال الاجتماع، أحال المشروع المتعلق بالنقد والقرض على لجنة المالية والميزانية، كما أحال تصاريح النواب بخصوص حالة التنافي مع العهدة البرلمانية، أحالها على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإبداء الرأي. واختتم مكتب المجلس اختتم الاجتماع بالنظر في توزيع النواب على عضوية اللجان الدائمة، وكذا دراسة طلبات تنظيم أيام برلمانية دراسية. مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض الأحد المقبل من قبل الوزير الأول أحمد يحيى أمام نواب الشعب، أكد على مواصلة تجسيد البرامج التنموية التي أقرها رئيس الجمهورية، والبحث عن بدائل اقتصادية تساهم في تمويل مختلف المشاريع. مخطط عمل الحكومة، وإضافة إلى استشرافه، ذكر في ملحقه بالمخصصات المالية الكبرى التي رصدتها الدولة على امتداد 17 سنة لدعم الاستثمارات والنفقات العمومية التي سمحت بتمويل مختلف البرامج التنموية. تقول حورية جرجر: يحمل مخطط عمل الحكومة في شقه الاقتصادي مؤشرات تعكس أهم التوجهات التي ميزت الاقتصاد الوطني خلال عقدين من الزمن. لقد عرفت البرامج التنموية حركية مكثفة بفضل برامج الاستثمارات الضخمة والأرصدة المالية المخصصة لذلك. مخطط عمل الحكومة يشير إلى مرحلة ممتدة من 2000 إلى 2014، حيث رصدت لها الدولة موارد عمومية تعادل 400 مليار دولار. هذه التمويلات حققت نتائج ملموسة في مجال التنمية البشرية وإنجاز المنشآت القاعدية. إن قراءة مؤشرات برامج النمو التي يسند عليها مخطط الحكومة تشير إلى المخصصات المالية الموجهة لبرامج الدعم الإنعاش الاقتصادي من سنة 2001 إلى سنة 2004 قدرت ب7 ملايير دولار، لترتفع من سنة 2005 إلى 2009 إلى أكثر من 193 مليار دولار.
أما البرنامج الخماسي للتنمية والذي يمتد من 2010 إلى 2014 خصص له أكثر من 202 مليار دولار. من جهتها استهلكت ميزانية التجهيز من 2015 إلى 2017 أكثر من 64 مليار دولار. وقد استهلكت مجموع برامج التنمية من سنة 2001 إلى سنة 2017 أكثر من 531 مليار دولار. كما تؤكد وثيقة مخطط عمل الحكومة أن مجموع ميزانية التسيير من سنة 2000 إلى 2017 قد استهلكت ما يقارب 650 مليار دولار. وحفاظا على حركية النمو الاقتصادي في ظل تداعيات الأزمة المالية، فإن الحكومة قررت اللجوء إلى تمويل غير تقليدي تطبعه علاقة البنك المركزي بالخزينة العمومية، تحفيزة لتوفير مناخ ملائم للاستثمار وترشيد نفقات العمومية. واعتماد الحكمة في التسيير منهج يصر عليه مخطط عمل الحكومة الجديد. هذه هي المخصصات المالية الكبرى تجسدت في مشاريع ومنجزات يعد فيها قطاع التعليم والتكوين يعد المستفيد الأكبر بهياكل ومرافق جديدة وموارد بشرية تدعم بها القطاع، وهو ما أبرزه مخطط عمل الحكومة الذي شدد على مواصلة الاستثمار في تكوين وتربية الأجيال. توفيق عجلي يفصل أكثر. أرقام ومؤشرات جد هامة تضمنها مشروع مخطط عمل الحكومة على مدى 17 سنة من التنمية، معطيات ترصد إنجازات برنامج رئيس الجمهورية. ففي قطاع التربية والتعليم البارز فيها توسيع حظيرة المؤسسات المدرسية بأكثر من 600 وحدة، حيث قارب العدد الإجمالي 27 ألف مؤسسة هذه السنة. ارتفاع ترافق مع زيادة نسب التمدرس الذي زاد بأكثر من 1,400,000 تلميذ، زيادة سمحت بتوفير المؤطر البيداغوجي حيث وصل عددهم إلى أكثر من 54,000 معلم. أرقام هي بمثابة المرجعية للحكومة التي تصب اهتماماتها في مواصلة بناء المؤسسات وخلق قنوات تنسيق بين قطاعي السكن والتربية من أجل إنجاز المنشآت التعليمية وسط التجمعات السكنية. وتماشيا مع النمو الديموغرافي ستكون البطاقة المدرسية استشرافا لتحديد الحاجيات مع توفير شبكة المطاعم وتعزيز النقل ومنح الأولوية للصحة المدرسية. رؤية أخرى سيجسدها المخطط في تنشيط التكوين المهني من خلال إنشاء معاهد للتكوين المهني الذي عرف منحا تصاعدي من 54 معهدا إلى 129 معهدا هذه السنة، أي بزيادة 75 مؤسسة وأكثر من 340 مركزا للتكوين، وهو ما ينعكس إيجابا على امتصاص فئة الشباب ومنحهم تكوينا تطبيقيا يسهم في تنمية اقتصادية. هرم التعليم الجزائري الجامعة كان له النصيب في مخطط الحكومة على مدى السنوات، إذ حظي منذ فترة وهو بتعداد يفوق 1.5 مليون طالب مسجل بالمعاهد والجامعات التي بلغت 106 مؤسسات هذه السنة، بعدما كانت لا تتعدى 55 مؤسسة. نسب عجلت بتوفير الإطار البيداغوجي الكفء من أساتذة، حيث خلال العقدين الأخيرين انتقل العدد من 17,000 إلى أكثر من 60,000 أستاذ، وهو الحال بالنسبة لقدرات الإيواء، حيث ارتفعت ب 523 ألف سرير منذ سنة 2000. مكتسبات حيوية ستجعل منها الحكومة ضمانا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومقدمة لرفع الطاقات البيداغوجية التي وصلت هذه السنة إلى أكثر من 1,000,000 بعدما كانت أقل من 500,000 سنة 2000. إنجازات سترافق من خلالها الحكومة الطالبة للرفع من نسب النجاح وتحسين التأطير وإنشاء معاهد متخصصة أخرى ومطابقة القانون ذي الصلة للأحكام الدستورية الجديدة بالبحث العلمي والسهر على تنصيب المجلس الوطني للبحث العلمي الذي ينتظره أكثر من 750 مشروع بحث حتى 2022.
اختتمت اليوم ببرازافيل أشغال اجتماع اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا بمشاركة وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وخلص الاجتماع. خلص بالتأكيد على أن حل الأزمة الليبية لا يكون إلا سياسيا بقيادة أممية، وأن الحل العسكري يؤدي إلى الانقسام. وبالمناسبة أقرت القمة تنظيم مؤتمر للمصالحة الوطنية بمساهمة المجتمع الدولي ودول الجوار الليبي والاتحاد الإفريقي، مع دعوة أعضاء لجنة الحوار إلى المضي قدما في الحوار الشامل بين الأطراف الليبية. كما أكدت القمة أن الاتفاق الليبي الموقع في ديسمبر 2015 يبقى المرجع لحل الأزمة الليبية. وعلى هامش الاجتماع التقى مساهل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز سراج اللقاء تناول الأوضاع في ليبيا وآخر تطورات مسار تسوية الأزمة، حيث عبر السراج عن شكره العميق لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والجزائر نظير جهودها من أجل عودة السلم والأمن. من جهته جدد مساهل التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة قائم على الحوار الشامل والمصالحة الوطنية التي تبقى المخرج الوحيد للأزمة اللاحلية. أيضا وعلى هامش اللقاء دائما أجرى مساهل عددا من اللقاءات جمعته برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى الفقي ورئيس المجلس الأعلى لليبيا عبد الرحمن سويحلي والممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي جاكايا كيكويتي. وحل منذ قليل بالقاهرة وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، حيث يترأس غدا عن الجانب العربي مع نظيره الياباني تارو كونو، يترأس أشغال الدورة الأولى للحوار السياسي العربي الياباني المقرر عقده بمقر جامعة الدول العربية. الدورة الأولى ستبحث عددا من القضايا والأزمات في المنطقة العربية وشرق آسيا كمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى دراسة سبل الدفع بالتعاون العربي في المجال الثقافي والتعليمي. هذا وسيكون لمساهل خلال هذه الدورة لقاء على انفراد يجمعه بوزير الشؤون الخارجية الياباني. يشارك غدا بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي في أشغال الجمعية العامة الرابعة للمؤتمر العالمي للقضاء الدستوري، والتي تتناول موضوع دولة القانون والقضاء الدستوري في العالم المعاصر. كما يلتقي مدلسي عددا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية المشاركين، وكذا رؤساء والمنظمات القارية واللغوية المختصة في القضاء الدستوري، ذلك لتباحث حول إمكانات دعم وتطوير علاقة المجلس الدستوري بهذه الهيئات والمنظمات. وممثلا لرئيس الجمهورية يشارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار في أول قمة لمنظمة التعاون الإسلامي مخصصة للعلوم والتكنولوجيا التي انطلقت اليوم بالعاصمة الكازاخية أستانا. وتتمحور أشغال القمة أساسا حول العلاقات الناشئة بين العلم والمجتمع في القرن 21، وكذا العلوم والتكنولوجيا من أجل تحقيق التنمية المستدامة. ومن المنتظر أن يلقي غدا حجار كلمة حول نظام البحث والتطوير التكنولوجي والابتكار في الجزائر والإنجازات العلمية المسجلة في بعض المجالات الحيوية. وعلى هامش أشغال افتتاح القمة التقى طاهر حجار عددا من نظرائه من الدول الإسلامية، من بينهم وزير التربية والتعليم الكازاخي. أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي أن كل الإمكانات والظروف قد هيئت لدخول مهني ناجح يوم 24 سبتمبر الجاري. جاء ذلك خلال لقاء جمعه اليوم بالمديرين الولائيين، حيث كشف عن شهادتين جديدتين تتويجان مسار التعليم المهني. قرامي عمر 372 ألف مقعد بيداغوجي جديد وفره قطاع التكوين والتعليم المهنيين لدخول الدورة الجديدة يوم 24 من سبتمبر، ليبلغ إجمالي المتربصين لهذا العام 650 ألف متربص وممتهن عبر المراكز والمعاهد بالوطن، يتوجها نظام جديد للشهادات عرضه الوزير خلال لقائه مع مدراء القطاع. يتميز هذا الدخول أيضا بتطبيق تنظيم الجديد لمسار التعليم المهني الذي يرتكز على شهادتين جديدتين. أولا شهادة التعليم المهني بروفي دو لانسينمون بروفيسيونيل المصنفة في المستوى الرابع. Ensuite il y a un autre diplôme que nous avons
كي الغوفرنمون كي سي شهادة التعليم المهني العليا البروفي دو لونسينيمون بروفيسيونيل سوبيريور المصنفة في المستوى الخامس والمتوجة للطور الثاني من التعليم المهني. وفي هذا المسار يشكل التكوين عن طريق التمهين نقطة الارتكاز في سياسة القطاع إزاء سوق الشغل. يتضح جليا أن سياسة إشراك المؤسسة الاقتصادية في قيادة مراكز الامتياز في بعض الفروع الاستراتيجية تبدو سياسة ناجعة، كما سنوسع هذه المبادرة لمؤسسات وقطاعات أخرى هامة مثل الميكانيك واستعمال الطاقة الشمسية والإلكترونيك إلى آخره. هذه الرؤية في الشراكة بين المؤسسات وقطاع التكوين أفضت إلى بلوغ نسبة التكوين بالتمهين 58.60% من إجمالي التكوين المتوج بالشهادة. ومن ضمن مستجدات القطاع في الدخول المهني الجديد إذن إدراج مستويين جديدين في شهادة التخرج من شأنهما تحسين مستوى الترتيب في سلم الوظيفة العمومي. ملكة خليفة. بعد مشاورات ودراسات مع قطاع التربية وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والمديرية العامة للوظيفة العمومي، تم اقتراح هندسة جديدة لخريجي مسار التعليم المهني بهدف متابعة تكوين بمستوى عالي، ولهذا تم اقتراح شهادتين. الشهادة الأولى هي شهادة التعليم المهني اللي تخلف شهادة التعليم المهني من الدرجة الأولى وشهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية اللي كان معمول بها في التنظيم القديم. هذه الشهادة الجديدة صنفناها في المستوى الرابع بمستوى تقني، وتصنف في الصنف الثامن في الشبكة الوطنية لترتيب الأجور على مستوى الوظيف العمومي. أما بالنسبة للشهادة الثانية، هي شهادة التعليم المهني العالي، وهي شهادة تنشأ لأول مرة في مسار التعليم المهني. هذه الشهادة ترتب في المستوى الخامس بمستوى تقني سامي، وتصنف في الرتبة العاشرة مقارنة بمختلف الوظائف المرتبة في الوظيفة العمومية. الفئات المعنية بمسار التعليم المهني، فمسار التعليم المهني يوجه إلى التلاميذ الحائزين على مستوى السنة الرابعة متوسط، والذين انتقلوا إلى الطور الثانوي. الانطلاقة سوف تكون في القريب العاجل، وفي انتظارها رسمياً التسجيلات ما زالت مستمرة للالتحاق بمراكز التكوين. ووسط ظروف بيداغوجية وتنظيمية محكمة، انطلقت اليوم عبر الوطن التسجيلات الجامعية النهائية، والتي تمتد إلى غاية 14 من الشهر الجاري، على أن يكون الدخول الجامعي ابتداء من 17 من الشهر نفسه. تفصل أو فاطمة أديب ترصد لنا أجواء اليوم الأول بعدد من جامعة الوطن. نتابع. هي أولى خطواتهم في باحة الحرم الجامعي نحو مرحلة دراسية جديدة. عددهم فاق 10,000 طالب مسجل سيلتحقون بجامعة هواري بومدين بباب الزوار. عملية التجديد تمت في أحسن الظروف. عندي بيت في حياتي إن شاء الله نكمل قرايتي ونخرج إن شاء الله حابة. كانت اليوم العملية يعني سهلة، كان فيه تسهيلات من طرف الجامعة هنايا. تسهيل التسجيلات تاعهم خلال هذا الأسبوع، وكذلك لحسن استقبالهم ليواصلوا دراستهم في خلال هذا الموسم الجامعي 2017-2018 اللي سيبدأ لطلب الجدود يوم الأحد 17 سبتمبر. وبتعداد بلغ 7,000 طالب ملتحق، فتحت جامعة قصد مرباح بورقل أبوابها وبتخصصات جديدة. جيولوجيا المحروقات اختصاص جديد، وكذلك اختصاص جديد إعلام فيما يخص العلوم الإنسانية والاجتماعية. وهنا يعني هذه تدخل في إطار الاستراتيجية والسياسة المنتهجة على مستوى جامعتنا. اليوم نهار التسجيلات، فوتنا كل شيء بيان، فورونا كل شيء، ما حسنا في والو، كان كل شيء مليح. سجلنا التسجيل البيداغوجي، ومن بعد نروحوا دوك نسجلوا الإقامة، ومن بعد نلتحقوا بالكلية. والحمد لله كانت الإجراءات كما ينبغي تنظيم ما شاء الله. وبالمركز الجامعي للنعامة جرت عملية التسجيل وسط ظروف بيداغوجية جيدة. الانسكريبسيون جات سهلة، كلش كان انسيابي بطريقة انسيابية، ما كانش حتى مشكل.
عندك ماكسيمو عندك نص ساعة تقضي سوالحك فيها كاع. هذا العام راه الأمور منظمة أكثر، لأن كل طالب راه عنده موعد رونديفو يجي بموجبه للمركز، يعني من 10 إلى 14 سبتمبر. أبواب الجامعات ستبقى مفتوحة أمام التسجيلات إلى غاية 14 من الشهر الجاري. أما الدخول المدرسي لأشبال الأمة فقد أشرف عليه اليوم بتمن راست اللواء ملياني أبو عبد الله مدير مدارس أشبال الأمة بوزارة الدفاع الوطني. تقرير زهير بطاش. بالناحية العسكرية السادسة ومن مدرسة أشبال الأمة بطمن راست، أشرف اللواء ملياني أبو عبد الله مدير مدارس أشبال الأمة بوزارة الدفاع الوطني، أشرف على مراسيم افتتاح السنة الدراسية 2017-2018. وفي كلمته أكد اللواء على الحرص الشديد والعمل المتواصل والدؤوب للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة لكل أبناء الجزائر للاستفادة من التكوين النوعي والمتميز الذي توفره مدارس أشبال الأمة. أطلب من جميع أشبال يبذلوا كل جهدهم في تحصيل العلمي واكتساب المعرفة لتحقيق الفوز والنجاح. وأعلن رسميا باسم سيادة الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي عن افتتاح الرسمي لسنة دراسية 2017-2018 بجميع مدارس أشبال الأمة. الافتتاح الرسمي كان من مدرسة أشبال الأمة للطور المتوسط بطمن راست، هذه المدرسة التي تزخر بجميع المرافق الحيوية والضرورية التي تضمن راحة الشبل ونموه السليم. أنا شبل من أشبال الأمة، أريد في المستقبل أن أكون طبيبا جيدا عسكريا. أصبح إطارا في المدرسة العسكرية ودافع على وطني الجزائر. أريد أن أصبح في المستقبل طيارا. وفي آخر زيارته قام اللواء ملياني أبو عبد الله مدير مدارس أشبال الأمة بوزارة الدفاع الوطني بأخذ صورة تذكارية مع نخبة إطارات المستقبل. وفي غمرة الأسبوع الأول من العام الدراسي ما يزال الإقبال على اقتناء المستلزمات المدرسية متواصلا، واستحضة وحذر من الأولياء على أن تراعي هذه الأدوات المعايير اللازمة. ليلى محمد محتوت تفصل. هذا اللي هي ميمحة شغل كابوسة تشبالها، وشريت هاد الميمحة كتشبال حلزون كان نحب هذوك نحبوا الحلزون، وشريت هذايا هذا الماركور على شكل فلاش ديسك. نخير فلاتروس تاعي، نحب تاني ندير فيهم لي ماركور، ندير فيهم بلان دي شوز لي زعما ندير لي زوتوكولون نلصقهم. حاجه جديده هذا العام هما هادو مالي فات شغل في شكل فلاش ديسك، شبه فلاش ديسك هما صغار ملاح تحطهم في كوم كوليج عفسه هكذا براسلي اي عفسه ماشي كبار كيما الاخرين. هم تلاميذ يصنعون الحداث في كل عام دراسي جديد بحثا منهم عن مستلزمات دراسية تحمل ألوانا مختلفة وبأشكال متنوعة غالبا ما تكون خطرة، فهل يعي الأولياء ذلك؟ كما تشوفي يدخلوا للريون يحوسوا على لي برودوي وشافوا عند زملاء تاعهم ولا شافوا في التلفزيون بوبليسيتي شافوا في الانترنت ويجوا يحوسوهم على لي برودوي اللي راهم حابينهم. انا كومباني كدا نو زونفون باش يكونوا ان بو باش يحس بلي راني ان بو بلوز امبليكي في ليدوكاسيون تاعهم في التعليم تاعهم. اون ميم طون ثاني باش كاش مساله الجوده هو ما يعرفش خيار حاجه لازم يشوف حاجه مليحه مونتو يشوفوا لهم كلكي شوز دو كاليتي. الحاجه اللي يقدر الطفل يديرها في فمو يا اخي انا هذيك توجور نتبعها باسكو لو كان يسرطها ولا زعما هكذاك تاثر على الصحه ديالو. المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك من جهتها تنصح بتوخي الحذر وباحترام صلاحية المنتوج. شفنا أشكال حادة مكونات يعني غير صحية، حتى أنه في سنة من السنوات تم بيع غراء على شكل رضاعة أدى إلى تسممات غذائية. أنا ندعو إلى تقنين كل المواصفات التي وضعها المعهد الوطني للتقييس حتى نلزم المستوردين والمصنعين المحليين الالتزام بهذه المواصفات. قبل ما نجيبوا المنتوج للمحلات نتاعنا نراعيو لا كاليتي ونراعيو نراعيو لا كاليتي والصلاحيه.
لتظل في الأخير الحيطة والحذر أولوية ضرورية لضمان مشوار دراسي جيد. لدى نزوله ضيفا على برنامج أخبار الظهيرة، كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال كشف عن برنامج تكويني خاص بسيرورة العملية الانتخابية وسيشمل كل أعضاء الهيئة ابتداء من اليوم. نستمع. كل أعضاء الهيئة عندهم أمامهم ورقات للتكوين من أجل توحيد المصطلحات، توحيد التحرك أمام المشكلات المتشابهة، وتوحيد التحرك وتوحيد المعالجة. حتى هذا التكوين في إطار مشاوراتنا مع الإدارة طلبنا مع الإدارة أنها تجلس معنا في هذا التكوين حتى يكون فهمنا للنص القانوني وفهمهم واحد، فلا تعطي الهيئة توجيه أو حل يختلف على الإدارة، لأننا لاحظنا في المرة الماضية أن بعض التوجيهات التي نعطي قراءتنا ليست قراءة الإدارة للنص. من أجل توحيد هذه القراءة قمنا بهذه الندوات حتى لا تكون اختلالات. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. استكمالا لتفاصيل نشرتنا فيما يتعلق بالتحضيرات لمحلية 23 نوفمبر المقبل، انطلقت اليوم اللقاءات التكوينية الجهوية لفائدة أعضاء الهيئة المداومات بكل الهيئات والمداومات بكل من سكيكدا ومستغانم، وشملت عددا من الولايات من شرق الوطن وغربه. المتابعة لنادية السلطاني. الملتقى التكويني المنعقد بولاية سكيكدا يهدف إلى ضبط مفاهيم الإخطار وطرق ممارسة المهام الرقابية، بالإضافة إلى اختصاصات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وعلاقتها باللجان الانتخابية. إننا مصممون على تطبيق القانون ومراقبة العملية الانتخابية بكل صرامة، ولن نسمح بأي خروقات أو تجاوزات تقع تحت أعيننا، لن نسمح إطلاقا بأن تكون في هذه الانتخابات، سوف نتدخل وسوف نطبق القانون. أما بولاية مستغانم فأكد المتدخلون على أهمية الملتقى في تمكين المداومات من التعرف على المهام الموكلة إليهم وفقا لما يقتضيه القانون، وكذلك يكون عملهم فعالا ومطابقا للنصوص القانونية الناظمة للعمليات الانتخابية وعلى نفس الدرجة من الفهم والتطبيق بين كافة المداومات.
اللقاءات الجهوية المنظمة تسعى إلى توحيد الرؤى بخصوص تطبيق النصوص القانونية الناظمة للعملية الانتخابية منذ البداية وإلى غاية إعلان النتائج. في شأن آخر، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي من أدرار أن ترقية الفلاحة بالمناطق الصحراوية والهضاب بالعليا من أولوية مخطط عمل الحكومة، وذلك خلال معاينته للعديد من المشاريع القطاعية بالولاية. متابعة كانت لفاطمة الزهرة بن فرشل. من ولاية أدرار، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي أن تشجيع الاستثمار الفلاحي أولوية للنهوض بالإنتاج المحلي. داخل هذا المخطط الكبير للحكومة اللي كما قلت وافق عليه السيد رئيس الجمهورية، أولا مواصلة التنمية الزراعية الصحراوية بإنشاء مساحات جديدة عن طريق الاستصلاح، لا سيما في الهضاب العليا والمناطق الصحراوية داخل مخطط الحكومة اللي تمت مرة أخرى المصادقة عليه من طرف السيد رئيس الجمهورية، وهو إعادة بعث صندوق الجنوب وصندوق الهضاب العليا. تجربة تربية المائيات بولاية أدرار ودعم استصلاح الأراضي تحديات ترافقها جهود لتوفير الإنارة الفلاحية بالمقابل. Électrification, c'est l'électricité. Parce que c'est vrai qu'on va démarrer بالجروب الإلكتروجين, mais c'est pas une solution à long terme. الأسماك لنا تجربة، ولكن هذه لنا تجربة لقيناها اليوم باللي غادي نمشو به بعيد، وغادي إن شاء الله. أنا أعطيتك عهد قلت لك يا ودي يكون مثل نعاونوا بليزالفان لبروديكتور اللي هو نيفو دلا ولاية أدرار، والله نديروا اكتفاء ذاتي. أتوجه إلى كل فلاحين في الجنوب باش نقول لهم أن تربية الأسماك ممكنة، ويمكن تكون البديل للحوم أخرى، قيمة إضافية أخرى في الاقتصاد الوطني. تنويع الشعب الفلاحية والحفاظ على المنتوج المحلي عوامل أساسية للنهوض بالقطاع الفلاحي بولاية أدرار. وأيضا الماء، حيث كشف وزير الموارد المائية حسين نسيب اليوم من سطيف عن إجراءات تتعلق بعصرنة تسيير السدود من خلال تطبيق إلكتروني يسمى سدود تزاير، ويسمح بجمع وإرسال المعلومات المتعلقة بتسيير الموارد المائية للسدود ونشاطها في حينها. ابتسام جاوي. من بين أهم حلقات مشروع التحويلات الكبرى بسطيف سد الماون من غير المدة، حيث وقف وزير الموارد المائية على أشغال إنجاز محطة الضخ الخاصة به، إضافة إلى محطة معالجة مياه السد والذي بات يسير عن بعد كباقي سدود الجزائر، في خطوة هامة للتحكم بكل المعطيات بصفة آنية. ابتداء من نهار اليوم كل سدود الجزائر فيما يخص المعلومات، يعني لا سيركولاسيون ديال لافورماسيون، درنا اون ابليكاسيون نيميريك اللي تعطينا لي زانفورماسيون اون طون ريال، سواء في الحجم، المياه اللي لحقاتو، ليفابوراسيون اون طون ريال يوميا، وتزيد الونريشي لا باز دو دوني نتاع بور لي جيستيونير. ومن بين أهداف هذا المشروع المهيكل الضخم خلق مساحات مسقية هامة يتم الآن تجهيزها بقنوات كبرى للري وإيصال وتوزيع المياه على مستوى الشطر الأول منها. محيط نتاع مزلوق فيه 9500 هكتار، هذا يعتبر هذا كعينة راه في 6000 هكتار سيتم تجهيزها من آخر السنة الجارية، ومازال فيه مشاريع أخرى مبرمجة حتى نصل إن شاء الله في المستقبل القريب إلى 36,000 هكتار إن شاء الله. وبخصوص تجهيز السدود قال حسين نسيب: راح نوفر فضاءات في إطار القانون تكون فيها تهيئات السباحة، يعني دي بلاج وممارسة الرياضة المائية. بدينا إن شاء الله في عينة من سدود، ولكن راح نمشي باش نعممها على عدد كبير من السدود. أكثر من 1,000,000 نسمة سيستفيدون بصفة مباشرة من مشروع التحويلات المائية الكبرى للهضاب حين الانتهاء منه.
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر ودولة فلسطين سيما في مجال الضمان الاجتماعي، زار اليوم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد الزمالي رفقة السفير الفلسطيني لؤي عيسى، زار المدرسة العليا للضمان الاجتماعي التي تستقبل نهاية الشهر الجاري خبراء من دولة فلسطين لمرافقتهم في تعزيز منظومة الضمان الاجتماعي على ضوء التجربة الجزائرية. تسببت الأمطار الغزيرة وسرعة الريح التي عرفتها العاصمة في الساعة الأخيرة في تذبذب حركة سير القطارات، حيث أدى سقوط جزئي لشجرة على أحد الكوابل الكهربائية على مستوى النقطة التي تبعد 18 كيلومترا من العاصمة، أدى إلى عطب تقني تم إصلاحه فور وقوعه لتستأنف القطارات حركتها بشكل طبيعي. أخبارنا الدولية تأتيكم مختصرة من توقيع عبد النور بحوس. بعد أن اجتاح جزر الكاريبي وكوبا مخلفا هلاك 25 شخصا وضررا مادية معتبرة، إعصار إيرما يضرب الجزر الجنوبية لفلوريدا بسرعة رياح تجاوزت 200 كيلومتر في الساعة. حاكم فلوريدا يأمر أكثر من 6 ملايين شخص بإخلاء منازلهم، أي ما يعادل ربع سكان الولاية التي ستشهد أجزاؤها الشمالية اجتياح عواصف الإعصار المدمر خلال الساعات القليلة القادمة حسب ما يتوقعه الخبراء. من إعصار إيرما إلى إعصار كاتيا الذي اجتاح ولاية فيراكروز المكسيكية مسببا هلاك شخصين في انهيار طيني نجم عن الأمطار الغزيرة للإعصار، كما انهارت مئات المنازل. وضع ألزم السلطات إجلاء قرابة 5000 شخص نحو مناطق آمنة. 3 أيام على التوالي والعواصف الرعدية تضرب مناطق عدة من إيطاليا. ولاية ليفورنو الواقعة بالساحل الغربي للبلاد سجلت هلاك 5 أشخاص، فيما يبقى 3 آخرون في عداد المفقودين بولاية مونتي روتوندو نتيجة الانهيارات الأرضية والفيضانات. فنيا الآن، استعرض محافظ المهرجان الوطني للشعر الملحون عبد القادر بن دعماش، استعرض أبرز المحطات التي تعرفها التظاهرة التي تحمل اسم علم من أعلام الشعر سيدي الأخضر بن خلوف، كما ستشكل التظاهرة فرصة لتكريم عدد من الفنانين والمبدعين. وبأجواء العرفان والتكريم نختم نشرتنا، حيث نظمت وزارة الثقافة بأوبرا الجزائر بعلان بالسايح حفلا على شرف الفنانة فيروز رمز الثقافة العربية لسنة 2017. الحفل نشطته نخبة من الفنانات الجزائريات اللواتي أدينا فيه روائع فيروز. جارة القمر، نمر إلى التذكير بأبرز ما ورد في النشر. المجلس الشعبي الوطني يضبط رزنمة عرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة. وفي النشرة وقفنا عند المقاربة التنموية بالأرقام والمخصصات المالية التي تجسدت في قطاع التعليم والتوعية. ترقية الفلاحة بالمناطق الصحراوية والهضاب العليا من أولويات مخطط عمل الحكومة. وتطبيق نظام إلكتروني جديد لتسيير الموارد المائية. وضع تنظيم جديد لمسار التعليم المهني بمراكز امتياز تستجيب لمتطلبات سوق الشغل، وامتيازات في سلم الوظيفة العمومي في شهادة التخرج الجديدة. تبعنا أيضا انطلاق الموسم الدراسي لمدارس أشبال الأمة، وتأكيد على التعليم النوعي النابع من حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي. ومن العالم، إعصار إيرما يجبر أكثر من 6 ملايين شخص على إخلاء منازلهم بولاية فلوريدا.
تماما مشاهدينا، شكرا لكم والسلام عليكم.